السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية نستهلها بأبرز العناوين. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في السودان إلى 60 قتيلاً والمملكة تجدد دعوتها للتهدئة ووقف العمليات العسكرية. مجموع التبرعات لحملة إحسان في نسختها الثالثة تتجاوز 593 مليون ريال. والشؤون الإسلامية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم عملية صرف الأوقاف وتنفيذ شروط الواقفين تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم جدد وزير الخارجيه الامير فيصل بن فرحان التاكيد على دعوه المملكه بالتهدئه وتغليب المصلحه الوطنيه ووقف كافه اشكال التصعيد العسكري في السودان بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين اجراها وزير الخارجيه مع رئيس مجلس السياده الانتقالي الفريق الاول الركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السياده الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو وشدد وزير الخارجيه على اهميه العودة إلى الاتفاق الإيطالي الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وصف رئيس الوزراء في حكومه او حكومه السودان السابق عبد الله حمدوك ان الوضع الانساني في السودان كارثي مؤكدا الى ان المعاناه تفاقمت بسبب الاحداث الاخيره وشدد حمدوك خلال مؤتمر صحفي على انه لا خيار امام الشعب السوداني الا خيار السلام لتفادي الانزلاق الى حرب اهليه في حين دعا الى حوار سوداني سوداني يؤدي الى حل مرض لكافه فئات الشعب نطالب بوقف فوري إطلاق النار والوصول لتفاهمات تؤدي إلى <applause> الوقف الدائم للعداءات في أقل تقدير يجب أن يعني نعمل على قيام هدنة تسمح بخلق ممرات آمنة تسمح للمواطنين بأنهم يقضوا حاجاتهم في الدواء وال والعلاج والمستلزمات المعيشه من غذاء الى اخره الى اخره ورفض حمدوك التدخلات الاجنبيه في الازمه الراهنه في السودان داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي لممارسه دور فعال لدعم عوده المسار السياسي. ادعو لرفض اي تدخل اجنبي في الشان السوداني. ولذلك ندعو المجتمع الدولي يمارس الدور ايجابي لدعم عوده الحوار السياسي. وايضا اكرر الدعوه لقياده الجيش وقياده الدعم السريع للجلوس فورا في مفاوضات تؤدي لمعالجه وحلحله الخلافات التي ادت لهذا الوضع. هذا وتجددت الاشتباكات والقصف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفه من العاصمه الخرطوم. هذا وشهد محيط القياده العامه للجيش ومنطقه معرض الخرطوم الدولي معارك عنيفه بين طرفي النزاع، وتسببت الاشتباكات في مطار الخرطوم الى احتراق مستودعات الوقود وتضرر عدد من المباني. واعلنت لجنه اطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الى 60 قتيلا مدنيا، اضافه الى عشرات العسكريين ومئات الجرحى. وكان الجيش السوداني قد اعلن فتح مسارات امنه للحالات الانسانيه لمده ثلاث ساعات بدات من عصر امس من جهتها اعلنت قوات الدعم السريع فتح ممرات امنه لمده اربع ساعات استجابه للمبادره الامميه من جهتها دعت قوى الحريه والتغيير في السودان قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع لوقف المواجهات العسكريه بشكل فوري والعوده الى طاوله التفاوض وقالت قوى الحريه والتغيير ان القضايا العالقه لا يمكن حلها عسكريا مؤكده ان استمرار المعارك يهدد وحده وتماسك وسياده البلاد هذا وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عاديه برئاسه مصر لمناقشه التطورات في السودان وذلك بناء على طلب المملكه ومصر في ختام الاجتماع الطارئ لجامعه الدول العربيه على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشه تطورات بالسودان والذي دعت اليه المملكه ومصر طالب المجلس بالوقف الفوري للاشتباكات في السودان مؤكدا استعداد الجامعة العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني الشقيق السودان طبعا بطالب بأنه عدم التدخل يعني بمعنى أنه نحن تركونا شوية نقدر نحل مشاكلنا بأنفسنا بس يعني عدم التدخل من الأطراف جميعا هذا المطلب الأساسي بالنسبة لنا والشيء الثاني أي دولة تملك أي تأثير على الأطراف تستخدم مساعية الحميدة في إقناع هذه الأطراف بعدم اللجوء للعنف البيان الختامي للاجتماع دعا السفراء العرب في الخرطوم الى التنسيق فيما بينهم والتواصل مع السلطات والاطراف والمكونات السودانيه وتقديم الدعم اللازم للمساهمه في استعاده استقرار الاوضاع في السودان. موقف مشرف وموقف رائع كل الدول العربيه كلها اعلنت عن موقف موحد موقف داعم للسودان ولاعاده الاستقرار للسودان. الجامعة العربية حذرت من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا واقليميا. تأكيد خلال هذا الاجتماع على العمل العربي لاستعادة الاستقرار في السودان، وان امن السودان جزء من الامن القومي العربي. أسامة عبد المقصود الاخبارية من جامعة الدول العربية بالقاهرة. بلغ عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليله السادس والعشرين من شهر رمضان مليون ونصف المليون مصل ومعتمر هذا وتواصل شؤون الحرمين خدماتها المتنوعه لكافه ضيوف الرحمن في المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل أطلقت جمعية مراكز الأحياء في مكة مشروع خادم ضيف الرحمن بالتعاون مع منصة إحسان بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم وبالتوافق مع مستدفات البرامج ذات العلاقة برؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030 ويتواصل مشروع خادم ضيف الرحمن حتى شهر يوليو المقبل ويشمل مبادرات السقاية والرفادة ومركز ضيف الرحمن وخدمة ضيوف الرحمن وانطلقت خلال شهر رمضان مبادرة السقاية والرفادة عبر توزيع نحو 40 مليون عبوة مياه زمزم على الزوار والمعتمرين إضافة لتوزيع قرابة 250 ألف وجبة سحور وإفطار في العاصمة المقدسة تجاوز مجموع التبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري إحسان حتى الآن مبلغ 592 مليون ريال، هذا وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين. على مدار ستة أيام وفي أجواء رمضانية يقيم مكتب حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض سوق السفارات الرمضاني التفاصيل في التقرير التالي وقّع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ووزير المالية محمد الجدعان رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف بهدف إعداد آلية محددة وترتيبات مشتركة تنظم عملية صرف غلة الأوقاف الموقوفة على المساجد ومصليات الأعياد وكذلك الأوقاف الموقوفة على أوجه البر ذات العلاقة. وتهدف المذكره الى اعداد اليه تنظم عمليه صرف الاوقاف وتنفيذ شروط الواقفين المخصصه لاوجه البر في المجالات ذات العلاقه. تواصل وزاره الشؤون الاسلاميه برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حيث اقامت الوزاره مادبه افطار في سولاويسي باندونيسيا. نتابع. إلى كنداري شدوا الرحال غير أبيهن ببعد المسافات تدفعهم رسالة الإسلام الخيرة التي خص فيها الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية تحمل أمانتها وتتلمس إحتياجات مسلميها تحديدا في مقاطعة سولويسي الجنوبية الشرقية في منطقة كنداري واصل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفضيل الصائمين أعماله الخيرة عبر الملحقيه الدينيه في سفاره المملكه باندونيسيا ليصل الى المحتاجين في كل بقعه من هذه البلاد مستهدفا كافه اطياف المجتمع من الارامل واليتامى وذوي الدخل المحدود وغيرهم من المعوزين وبحضور نائب حاكم المنطقه ورؤساء جامعات وعدد كبير من الشخصيات الدينيه والسياسيه المؤثره أقيمت مأدبة إفطار لأكثر من ثلاثة آلاف شخص في منطقتنا سلويس الجنوبية الشرقية الذي قد نال نصيبا أوفر من المساعدات والبرامج التي قدمتها المملكة الحبيبة كبناء المعاهد الإسلامية والمساجد ودور الأيتام والدورات العلمية للأئمة والدعاة وبرنامج الحج والعمرة وتوزيع المصاحف والتمور وبرنامج تفطير الصائمين كما حضرناه الآن لقد دأب خادم الحرمين الشريفين مشاركة إخوانه وأبنائه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في تفطير في إفطارهم وفي الوقوف معهم في محنهم ومنحهم الحضور عبروا عن مشاعر الحب والامتنان تجاه المملكة العربية السعودية لتعلو الأصوات بالشكر والدعاء الخالص من القلب لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين <تصفيق> <تصفيق> نشرة انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات في السودان الى ستين قتيلا والمملكه تجدد دعوتها للتهدئه ووقف العمليات العسكريه. مجموع التبرعات لحمله احسان في نسختها الثالثه تتجاوز 593 مليون ريال. والشؤون الاسلاميه وهيئه الاوقاف توقعان مذكره تفاهم لتنظيم عمليه صرف الاوقاف وتنفيذ شروط الواقفين. وختامًا نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه